سارة، هذه أول تجربة جماعية بالنسبة لك، شنو الطموح ديالك في إطار التدبير المحلي تاع بنمسيك ولا المدينة بصفة عامة؟ بالنسبة لي كمستشارة في مقاطعة بنمسيك، يعني أنا كنهتم بالشأن المحلي ديال بنمسيك، دونك شنو اللي كنطمح ليه؟ كنطمح أننا نخدمه في الأرض. الناس ديال بنمسيك محتاجين يتحلوا الملاعب، يتحل المسرح، يتحل المسبح. لا يعقل أنه الآن عندنا مسرح، عندنا مسبح، وعندنا مرافق رياضية اللي ولاد بنمسيك ما تيمشيوش يدخلوا لهم، ما كيستافدوش منهم. دونك حنا نحاول نخدموا إن شاء الله هذه المرافق تحل، وولادات بنمسيك يستافدوا من بنمسيك، أي مرافق بغاو يمشيو لا يكونوا في بنمسيك. يعني نقدروا نقولوا هاد الخمس سنين الجاية المسبح تاع بنمسيك غادي يتحل بعد يعني عدم إكمال المشروع هذه مدة سنة؟ إن شاء الله نحاولوا بالجهود ديال المجلس، ديال المكتب اللي بالرئاسة ديال محمد جودة والنواب ديالو، وبالمساعده ديال المستشارين الاخرين، اننا نحلوا المسرح ونحلوا المسبح ونحلوا المرافق العموميه اللي مسدوده. كيفاش عشت التجربه تاع رئاسه جلسه انتخاب تاع السي جودة؟ عشت الجلسه كان اجماع، دونك ما كانش بزاف ديال العراقيل، ولا واخا كان انسحاب ديال بعض الاعضاء، وما القانون كيكفل لهم انهم ينسحبوا. دونك كانت جلسه حبيه دغيا دازت، يعني ما كانش فيها بزاف ديال المشاكل. شكرا استاذه، شكرا.